أخبار اليوم. مشارك كعضو لجنة تحكيم أفلام الطويلة وبس. إن شايف مهرجان دبي إزاي في دورته الـ 12؟ شايف أولا المفروض إن المهرجان بيتقدم من سنة للتانية، أتمنى له كل التوفيق. إحنا لسه بنبتدي، وأتمنى إن الجمهور يشوف الأفلام ويتفاعل معها، عجبته أو ما عجبتوش. أخيرا الجديد عندك بتحضر الفترة الجاية؟ هقولك في مصر. باي باي.